للصوم شرط أنبأنا به إمامنا الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما، إذ قال كما يروى عنه: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل. الصمت الداخل. أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران عليهما السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صمتا. ما هو هذا الصمت؟ قال عليه السلام: فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا من الممارات ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا، أي لا تختلفوا، يختلف بعضكم مع بعض، ولا تغاضبوا، لا يغضب بعضكم بعضا، ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تفاتروا. تفاتروا من الفتور أي الكسل، لا تكسلوا، لا تكسلوا عن العبادة مثلا، ولا تفاتروا ولا تجادلوا ولا تنادوا، بمعنى ولا تتباعدوا وتتنافروا، ولا تظلموا ولا تسافهوا من السفه، ولا تضاجروا من الضجر ملل، مثلما يضجر الإنسان عياذا بالله من قراءة القرآن أو من العبادة، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة، والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر. يتجنب الإنسان أهل الشر، يبتعد عن الشر وأهله. واجتنبوا قول الزور والكذب والفري أو الفرا أي الافتراء، والخصومة وظن السوء، والغيبة والنميمة. كل هذه الأمور ينبغي تجنبها، هذه من شرائط الصيام. وكونوا مشرفين على الآخرة، يعني كأن الإنسان يستشرف أمر الآخرة ويتهيأ لها وكأنه ينظر إليها. وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع، وذل العبد الخائف من مولاه. حائرين، خائفين، راجين، مرغوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين. قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث أو الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلى الله من عداه براءة،
وواليت الله في صومك بالصمت في جميع أو من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه، فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع لما أمرك، وكلما نقصت منها شيئا أو نقضت منها شيئا من هذه الشرائط التي ذكرها الإمام عليه السلام فيما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك. إذا نقضت بعضا منها أو نقصت بعضا منها بنفس المقدار صومك يقل ينقص.